زودنا الدار وعدمنا الجار والحنة بتضحك في ايديني وبقينا بنور وطلقنا بكور ساعت ما بعوف هل عليني زغروطة بقلبي يا طبيعي ابوك متجوز عليا خدين بعريسنا وعروس الليلة هنجيلي العيدين يا عبد الرسول انا عايزه النار تاكل العزبه بحالها مش عايزه اشوف فيها بيت له سقف ولا غيط فيه زرع اذا كنتم اولاد ابو طاجيه بصحيح خلوها كم تراب زي ما حط رجله فيها وخدها من ابن غدر وموته بحصرتها لازم يرجعها لنا ينحصروا عليها اهو ده اللي يروي غليلي ويطفي النار اللي في قلبي أني وراك والزمن طويل يا عبد المجيد باشا عبد الطاهر قلبي عندك عم مرسي عملت ايه في الليله المهببه دي؟ ناوي اني قبل شويه ميه بالريق طب حقها يا شيخ مرسي المره دي كانت لهالبها للجو حد مات؟ ايوه مين؟ حمار حمار؟ ايوه حمار ابو ستيت وجاموسه ولاد عكاشه وجوز معيس طمني على البني ادمين حد توفى؟ لا كانت سليمه شد لنا تلغراف لسعادة الباشا طبعا الكلمتين اللي حافظهم بقالي ثلاث سنين من سنة 45 للنهاردة
حرق وتقليع زرع وسم بهايم، فطور وغدا وعشاء. عليه العوض. عم مرسي. ايه؟ ما تقول الباشا بتاعك يترضى مع الولاد دول، هو قد ولاد ابو طاقيه؟ ده دماغه ناشفه زي الحطب ومناخيره في السامي. شد يا عم شيل. انت فاكر يا خاين انه هيتهز المره دي ويجي لك؟ قول له المزارعين هيهجوا ومش عاوزين يدفعوا متاخرات اللي عليهم. اهي المره دي هيجي لك على ملا وشه، هو لا يمني على الفكه وبس. شد يا عم شيل. اديني حاشد. الباشا جه. ايه يا محمود؟ ايه اللمه دي يا مرسي؟ ابو سهره؟ ما نظهراش يا سعاده الباشا. امال ايه اللي جابهم هنا؟ الكل طفح وفاض بيهم يا سعادة الباشا. اعمل معروف ما تسيبناش المرة دي الا ما اتكلم ولاد ابو طاقية. يعني اديهم العزبة؟ التمن اللي سعادتك دفعته في المزاد هيدفعوه ويدفعوا اكتر منه كمان. وانا ارفض. يا سعادة الباشا انا شايف الشوف، ولاد ابو طاقية شوكتهم ناشفة والفلاحين بتوعنا غلاب. اللي مش عاجبه يسيبها. ولما ده يسيبها وده يسيبها والتاني يسيبها، ما هي الارض تبور. طبور في 60 داهية. انت حصلت كام الايجار؟ لسه يا سعادة الباشا. ومستني ايه؟ مش قادرين يدفع. عشان انت هايف مش قادر عليهم. ممتنع عن دفع الإيجار؟ ها؟ اتكلموا. مين اللي مش عاوز يدفع؟ كلنا يا سعادة الباشا. اتكلم عن نفسك بس. أنا بتكلم بلساناتهم كله. هندفع منين؟ إذا كان زرعنا بيتجلع والمحصول بينحرق وسعادة الباشا ودن من طين ودن من عجين. اخلص يعني الأدب. ما تاخدش على كلامه يا سعادة الباشا. أبو عوف رجلك وإحنا كلنا غلبانين. انا مش فاتحت كده. الرحمه مطلوبه واحنا ناس غلابه. الغلبان ملوش عيش عندي. اللي يزرع هنا يدفع، واللي ما يدفعش هحجز على هدومه. انا هديكوا فرصه يومين، اللي ما يدفعش بعدها انا هسجله. واحنا ما نقدرش ندفع يا سعاده الباشا، لا بعد يومين ولا بعد شهرين. انت بترفع صوتك على سيدك يا كلب؟ مرسي، اتصل بمأمور المركز وقول له يبعت قوة من الهجانة تربي الأولاد دول. تعالي أهل الظلم دي. اهلا وسهلا. اتفضل يا باشا. ايه ده؟ التمن.
تقدري ترجعي عزبتك بفلوسك يا ست أسماء. عبد المجيد مش محتاج لفلوس ولاد أبو طاقية. ولاد أبو طاقية مش هيهنى لهم بال إلا إذا رجعت لهم الأرض تاني. وعبد المجيد مش هيديها لهم أبدا يا ست أسماء. أنتوا مش أعلنتوها حرب؟ خليها حرب للنهاية. أنا مش غاوي أرض ولا زراعة. طبور الأرض تبقى كوم سباخ، لكن بالعندي فيكم مش هبيع ولو دفعتي تقل كتاب. ما تطغاش يا باشا وما تفتريش بفلوسك. اديني فايدة الكلام. مع السلامة. كانت قسوة الباشا وعناده سببا في ازدياد حقد أولاد أبو طاقية، فاشتد تخريبهم وانتقامهم، ولم يبق لدى فلاح الباشا رصيد من الحب نحوه يجعلهم يتمسكون بأرضهم، فهجروا العزبة وتركوها خرابا تنعي من بناها. ومرت الأعوام. سهلا. تفضل. تصور يا استاذ شكري، مرسي بعت لي ايراد السنه دي 140 جنيه. ما انت سايبها ومهملها من زمان، بقالك 7 سنين لا بتروح ولا بتيجي، خربت. اما دول ايجار الست 7 فدادين اللي بيزرعهم مرسي. تفتكر حضرتك اسيب شغلي هنا واروح اهتم بعزبه بسيطه زي دي؟ ده انا الصفقه الواحده بعملها هنا ب50,000 جنيه. ما قلت لك بيعها لاولاد ابو طاقيه واخلص منها، ما سمعتش كلامي. أنا ما أحطش مناخير الأرض قدام جماعة فلاحين زي دول. طبور الأرض في 60 داهية. أنت حر يا باشا. أستأذن. مع السلامة. ما تنساش وحياتك تخلص لي عقد تأسيس شركة الأغذية المحفوظة اللي وصيتك عليه. أنا راجعته من الناحية القانونية، هبعته لسيادتك على طول. مع السلامة. الله يسلمك. سلم على المدبوزين هدى. يصل إن شاء الله. انت جاي هنا تعمل ايه؟ انا جاي ابوس رجلك يا سعاده الباشا، تعفى عني وتوصل عيشي. انت راجل مهمل ما تستحقش اي رحمه. انت عارف الصفر اللي زودته في مجموع العمليه كلف الشركه كام؟ 10,000 جنيه. غصب عني، واللي سامح كريم يا سعاده الباشا، انا بقالي سنين بخدم سعادتك. كلام فارغ. انا قلت مرفوض يعني مرفوض. غور من وشي، روح في 60 داهية. مالك يا بابا؟ في ايه يا صفوت افندي؟ ربنا يخليك يا ست هانم ويطول عمرك، سعاده الباشا عاوز يرفدني. حضرته غلط غلطه كانت هتغرمنا 10,000 جنيه. انا معذور يا ست هانم، كان الشغل كتير ومستعجل، خدته اكمله في البيت، قعدت سهران عليه طول الليل، وكانت بنتي جنبي عيانه بتموت، غصب عني عقلي شط، غلطت في الحساب، لكن الحمد لله اتصلحت. معلش يا بابا سامبا، ده راجل طول عمره امين ومجتهد وانت نفسك بتقول كده. ايوه يا حبيبتي، لكن ده غلط غلطه جسيمه قوي. اول غلطه يبقى لازم تسامحه عشان خاطر. روح استلم شغلك، جاتك البلا. الله يطول عمرك يا ست هانم، ربنا يخليك يا سعاده الباشا. ايه مبسوطه بقى؟ اديني نفذت كلامك. وانت مبسوط؟ اديني كسبتك ثواب. طب فين مكافئتي بقى؟ انا هفوتك بقى عشان عندي اجتماع مجلس اداره. مع السلامة يا بابا. اسمعي، عايزاكي تسرقي لي مفاتيح العربية. ايه؟ مفاتيح العربية؟ ايوه، عشان هخرج بيها. ايه؟ تخرجي بايه؟ انت لسه متعلمة سواقة بقالك 3 أيام بس. وماله، كفاية قوي. والباشا لو عرف ده كان يقطم رقبتنا جميل. اياك تجيبي له سيرة. أمر لله. Thank you.
مش تحاسب؟ برضو انا اللي حاسب ولا انت؟ انت اللي ليه؟ هو مين فينا اللي صدم التاني؟ انت. يعني انا اللي غلطان؟ ايوه انت غلطان. دي عربيتك يا محمود؟ ايوه. ودي عربيتك؟ ايوه. طب خلي بالك تشويش لغايه ما تخلص المعاينه، وانت اتفضلوا معايا على القسم. انا هروح القسم؟ طبعا اتفضلوا. لمين؟ في ايه يا ابراهيم؟ الست دي صدمت عربية الاستاذ وكسرتها. في اصابة؟ لا مفيش. اسمح سيادتك على استريح شوية. اتفضل يا عبد. اتفضلي شوية لغاية ما اخلص المحضر ده. يا عسكري. افندم. خد الافندي ده واديه الحجز. حاضر يا فندم. اتفضل. تسمح اتكلم في التليفون؟ والله مش ممكن. متأسف. اصل الكلام في التليفون من هنا ممنوع. الافندي اللي خدوه يحبسوه ده عمل ايه؟ ليه اتخانق ولا ضرب حد؟ او يمكن يكون عمل مصدمه. تسمح تيجي معايا عند بابا؟ ليه؟ عشان يدفع لك اجره تصليح العربيه. متشكر. انا هصلحها عندنا في الورشه. ايوه بس انا اللي كسرتها. معلش مش انت كنت بتقولي اني انا ما بعرفش اسوق؟ الحقيقة كانت أول مرة بسوق فيها عربية. جت سليمة. حضرتك ماسك جنبك ليه؟ اتعورت؟ لا من أثر الخبطة. ألم بسيط. أنا متأسفة، متأسفة أوي. معلش. حصل خير. اتفضلوا بقى عشان نعمل المعاينة. تسمح مفيش لازمة للمعاينة. إحنا اصطلحنا سوا. المذيل قبلت كل شروطي. وهو كذلك بس نقفل المحضر. اسم حضرتك؟ احمد مصطفى. صنعتك؟ مهندس زراعي صاحب المزرعه النموذجيه بالدقي. اسم حضرتك؟ هدى عبد المجيد رشدي. هدى عبد المجيد رشدي. ايوه. طيب اتفضل انت. اقدر امشي دلوقتي؟ اتفضلي. تسمح تيجي معايا عشان ادي لك الفلوس؟ فلوس ايه؟ مش قلت للظابط اني قبلت شروطك؟ شروطي انك ما تسوقيش ابدا قبل ما تتعلمي السواقه كويس، علشان ما تعرضيش نفسك للخطر. ميرسي، بس دي خساره جامده قوي، انت مالكش ذنب فيها. ذنبي اني ما بصيتش ورايا لما سمعت الكلاكس، وعرفت ان اللي بتسوق ما عندهاش فكره ابدا عن السواقه. يعني كنت هتعمل ايه؟ اطلع الرصيف، انزل في النيل، بس عشان اوسع لك السكه. انت تعبان؟ لا مفيش حاجه، ادهي لي تاكسي من فضلك. تاكسي؟ تحب اجي اوصلك؟ مفيش داعي. دي قهوة دي يا غبي تقدمها للضيوف؟ روح امشي اعمل غيرها. هو احنا ضيوف يا عمرو؟ ازاي تقول كده؟ طب ده بابا ابن عمك. لا ده احنا مش عايزين قهوة يا باشا، احنا عايزين شربات هدى وعزت. احنا عايزين نفرح يا باشا. ارجوك يا ماما ما تحرجيش انكل، يمكن ملوش غرض. ده كلام ايه ده يا واد يا عزت؟ معلش يا انكل، اصل عزت واخد على خاطره اتمنك اليومين دول ما بتسألش فيه. من جهتي انا مقتنع تماما بعزت، ده ابني، لكن بقى الرأي الأخير لهدى. هدى مالها؟ ايه ده؟ ليه ما سلمتش علينا؟ يمكن ما شافتناش. لا لا لا، لازم في حاجة مضايقاها، عن اذنكم.
انما دي عمرها ما عملت كده. غريبه يا ماما، ازاي تعمل كده؟ طيب طيب انا هشوف. مالك يا هدى، في حاجه حبيبتي؟ لا ابدا يا بابا، كنت تعبانه شويه ودلوقتي كويسه. مش هتنزلي تسلمي على عمك وولاد عمك؟ لا وحياتك يا بابا، دمهم تقيل على قلبي وانا انام احسن. زي ما تحبي يا حبيبتي، زي ما تحبي. اذا عوزتيني في حاجه انا تحت مش خارج. خليكي معاها يا عزيزه، ما تفوتيهاش ابدا لوحدها. حاضر. ايه مالك، حصل حاجه؟ حصل حاجه وحشه قوي. ايه طمنيني. ولا حاجه، عملت حادثه بالعربيه وصدمت راجل ورحنا القسم. يا خبر ابيض، وبعدين؟ لما رحنا قدام الضابط اتنازل عن حقه وما رضيش ياخد اي تعويض. يا سلام، ده باين عليك شاب طيب قوي. صنعته ايه ده؟ مش عارفه، كان بيقول مهندس زراعي حاجه زي كده. واتعور قوي؟ مش فاهمه، كان ماسك جنبه وبيتالم قوي. انا خايفه يجرى له حاجه تبقى مصيبه. دي يا شيخه يا ريتني ما سقت العربيه ولا مسكتها. يا شيخ ربنا يستر. أنا آسف يا إخوانا، اتأخرت عليكم شوية. إن شاء الله تكونوا درستوا مشروع شركة الأغذية المحفوظة اللي أنا قدمته. المشروع في حد ذاته مش بطال، إنما يحتاج لدراسة أكتر، وأنا أقترح تأجيل البت فيه شهر كمان. شهرين وأنتوا بتدرسوا في مشروع واضح ومضمون ولسه عاوزين تأجلوه؟ ده كلام إيه؟ المشروع ده إن ما كنتوش توافقوا عليه في الجلسة دي أنا هتبناه لوحدي. لوحدك؟ لوحدك إزاي يا سعادة الباشا؟ ده مشروع خطير جدا يا جماعة، مشروع راس ماله مليون جنيه. مليون بعد 4 سنين يبقى 4 مليون. انا فاهم عملي كويس، اذا وافقتم كان بها، ما وافقتوش. ما يوافقوش؟ ما يوافقوش ازاي يا سعادة الرئيس؟ لازم يوافقوا. يا حضرات الاعضاء المحترمين، ان هذا الاقتصادي الكبير الذي منحنا الكثير بتجاربه وبعد نظره. ارجوك يا بني، المجال مش محتاج لخطب، احنا طالبين التأجيل. الأستاذ أحمد مصطفى موجود من فضلك؟ اتفضلي. أقدر أقابل الأستاذ أحمد مصطفى من فضلك؟ أهلا وسهلا يا فندم، أي خدمة؟ أنا عايزاه شخصيا. والله هو عيان في المستشفى. مستشفى ليه؟ أصل امبارح حصلت له حادثة تصادم. أقدر أعرف إيه مستشفى من فضلك؟ مستشفى الدكتور أدري في الزمالك. اتفضلي، أنا رايح هناك، اتفضلي. والأعمار بيد الله، ربنا يستر. أحرار، توافقوا ما توافقوش ده شيء يخصكم انتم، انا هقوم بالمشروع لوحدي. لوحدك؟ لوحدك ازاي يا سعادة الباشا؟ ازاي تقوم لوحدك بمشروع يتكلف مليون جنيه؟ معنى كده انك هتدفع نص راس المال من جيبك الخاص. هدفع. هتدفع منين لو تسمح؟ اسمع عبد المجيد باشا، مضمون في كل البنوك يا استاذ صبري. هستلف بكمبيالات لمده 6 شهور، وفي المده دي هتكون الشركه جابت وغط. وافرض يا سعاده الباشا ان الشركه ما جابتش بالظبط، والكمبيالات ما اندفعتش، وبالطبع هيتعمل بورتستو، تفتكر مركز سيادتك هيكون ايه؟ ومركز الاسهم في السوق هيكون ايه؟ هبوط وعدم ثقة. يعني السهم اللي ثمنه 4 جنيه مش هيجيب أكتر من ريال واحد. ده خراب يا سعادة الباشا، خراب. ده تحدي ما قبلوش يا أستاذ صبري. ثم ليه حضرتك بتقدر الشر قبل ما يحصل؟
انا واثق ان الشركه هتجيب وتغطي، والسهم هيوصل لعشرين جنيه واكتر. اهلا وسهلا هدى هانم. اهلا وسهلا. حاضر يا مش معقوله ابدا. عن اذنكم. اتفضل. في ايه يا هدى؟ باين عليكي مضطربه يا حبيبتي. انا سقت العربيه ودست واحد. انت سقت العربيه لوحدك؟ ايوه. ازاي يا حبيبتي تجسفي بنفسك كده؟ مش ده المهم دلوقتي، المهم ان الراجل اللي دسته في خطر ويمكن يموت. حد شافك؟ حد خد نمره العربيه؟ بابا انا بكلمك في ايه وانت بتقول في ايه؟ انا خايفه على الراجل المسكين ده لا يموت بسببي. ما تخطيش روحك كده، الحكايه بسيطه ان شاء الله. انا هروح اشوف واعمل الواجب واجي اطمنك. انا جايه معاك. لحظه واحده بس لما استاذن منهم. ازاي دلوقتي يا بابا؟ يظهر انه لسه تعبان، مش هيسمحوا بزيارته قبل اسبوع. لا على قوي، الحرارة عادية، ممكن تبقى تتمشى شوية في الجنينة. بس انا لسه شاعر يا دكتور اني ضعيف وهفتان. لانك ما بتاكلش. على كل حال الاكل هيتصلح من النهارده. تصور اني نسيت منظر الفراخ. هيصرفوا لك فرخه عشان تذاكر فيها في حصه الغداء. انا هفضل اذاكر فيها من الجلده للعظمه. اهلا وسهلا. اتفضل. متشكرين. صباح الخير يا ابني. صباح الخير. اتفضلوا. اتفضلي. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. انا متشكر جدا على الزياره اللطيفه دي والورد الجميل اللي كان بيجي كل يوم. ده اقل ما يجب. انا انزعجت والله للي حصل ومتاسف جدا علشانك. الحمد لله اللي جت سليمه. انا شاكر معروفك ومقدر موقفك مع بنتي. تسمح تقبل دول مني؟ ايه دول يا فندم؟ بنتي هي السبب في كل اللي حصل، فلازم نتحمل المصاريف اللي انت صرفتها. يا فندم انا حقي وصلني وزياده. الزياره اللطيفه دي والورد الجميل، أنا راجل مش طماع، يكفيني إنكم سألتم علي. متشكر، متشكر جدا يا ابني. أنا لازم أرد لك جميلك بأي شكل. إذا احتجت لأي حاجة تقدر تتصل بيا. تسمح. طيب يا فندم، مع السلامة. أنا مبسوطة أوي إن أنت كويس. يا ترى لسه زعلان مني؟ بالعكس، دي أحلى صدمة حصلت لي في حياتي. يعني مسامحني من قلبك. هو يقدر ما يسامحكيش. يلا يا هدى. حاضر يا بابا. أقدر أبقى أتصل بيك؟ في أي وقت. ميرسي. أروفار. أروفار، مع السلامة. لسه ما ردش؟ دين دهون. ألو؟ الأستاذ أحمد مصطفى؟ صباح الخير، أنا عبد المجيد رشدي. أهلا. الحمد لله على السلامة. أنا مبسوط أوي إنك رجعت شغلك تاني. بقول أنا فكرت، قصدي انا وهدى فكرنا انك تتفضل عندنا في البيت تشرب فنجان شاي. العفو. امتى؟ بكره؟ ممكن النهارده الساعه 5. كويس قوي. اهلا وسهلا، تشرف. الى الملتقى يا استاذ احمد. جاي النهارده الساعه 5. بابا اتكلم من شويه بيعتذر لك، هيتأخر شوية في المكتب. يظهر إن شغله كتير. زمانه جاي حالا. بردان. معلش، الظاهر إني قوية من صدمات. لا، أنا نويت بعد كده ما أسوقش أبدا إلا لما أتعلم كويس. في مدارس كتير بتعلم السواقة، ما تقدرش تشوف أي حد يعلمك. قد إيه سكر؟ حتة واحدة من فضلك. أنت مش بتعرف تسوق كويس؟ أنا تحت أمرك. عندك وقت فاضي؟ طبعا، على الأقل عشان أضمن إنك ما تصدمنيش تاني. طب نبتدي إمتى؟ من دلوقتي إذا حبيتي. لا، خليها بكرة بعد الظهر. وهو كذلك. شوفي يا ستي، قبل ما تتعلمي السواقة لازم تعرفي كل حاجة عن هندسة السيارة. أنا اتعلمتها.
ده الموتور ودي سلوك الكهرباء. وريني. حسبي الكهرباء بعدين. خدتني. وهو ضروري اتعلم ده كمان. انا عاوزه اسوق بقى. ده مهم جدا علشان لو ضربت منك العجله في حته مقطوعه تقدري تتصرفي وما تضربيش لخمه. اهو كده ترفعي العجله. تعالي جربي. يا ده جامد قوي. مش هقدر. مفيش حاجه اسمها مش هقدر. لازم تحاولي. يلا كمان كمان شويه كمان شويه كمان كمان شويه. كفايه كده احسن تعبت قوي. كفايه يا ستي. تحبي تاكلي بقى نشوى؟ اتفضلي بس حاسبه احسن سخن. لذيذ قوي. بتبصلي كده ليه؟ بفكر في الصدفه الجميله اللي جمعتنا. قصدك المصادمه. لو كنت بتعرفي تسوقي ما كناش اتقابلنا ولا تعرفنا ببعض. بس انا بتعبك معايا وباخد كل الوقت اللي كان ممكن تقضيه مع عيلتك. انا ماليش حد. ابدا 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 ابدا. تضحكي على ايه؟ ولا حاجه. ان شاء الله يا حبيبتي. انا الجمعه دي هروح لبابا اطلب ايدك منه. انا مش مصدق. على فكره بعد يومين عيد ميلادي لازم تكون موجود. حاضر. وان شاء الله الفرحه تبقى فرحتين. سمحت راحت على عزك. انتوا مش مصدقين؟ طب ان ما كانش الواد ده ينطشها مننا ما بقاش انا عزك. قولوا لهم يا سميحه اللي سمعتيه من كوثر. كوثر شافتهم هما الاتنين بيرقصوا مع بعض في الرماص وسمعتها وهي بتعزمه على عيد ميلادها. مش بس كده دي عاوزه تقدمه لابوها وللناس واعلنوا خطوبتهم. يعني روحنا بلاش. طارت الثروه من ايدينا. وبعدين هنعمل ايه يا ولاد؟ احنا مش لازم نسكت على كده. احنا لازم نشوف لنا طريقه. فعلا احنا لازم نفكر في طريقه جهنميه عشان نطيروا منها. عندك حق يا عزه. بس لقيتها. ايه ايه ايه, إيه؟ اسمع. Thank you.
الو الو انا سميحة يا عزت. احمد ساب المسرح. روح يغير هدومه دلوقتي. تبتدي بعد 5 دقايق. ما تخافش اختك سابعة. أرجوك تصالحيني، سميحة فين؟ هي مجتش؟ ما تخبيش عليا، دي مسألة خطيرة. أخبي إيه؟ ما تضيعيش الوقت، أنا لازم أعرف دلوقتي سميحة فين. مش عرفني. أنت تعرفي كل حاجة، أنت موضع سرها. أنا من زمان كنت بشك في خلال البت دي، إنما عمري ما كنت أتصور إنها توسخ شرف العيلة. إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ تليفون يا فندم عشان حضرتك. أيوه. ألو سميحة، أنت فين؟ كل سنة وانت طيبة يا هدى. أنا أسفة مش قادرة أجيلك. ما تأخذنيش يا هدى. أنا في ورطة شنيعة فظيعة. بعدين أقول لك عليها. دي مسألة حياة أو موت. أنا رايحة له البيت علشان أعرف مصيري. أرفعي يا هدى. ألو ألو مجرمة رايحة العشاء. أنا سمعت كل حاجة، أنا من زمان كنت أعرف كل حاجة، بس كنت عاوز أتأكد. أنا دلوقتي رايح أقتلها وأقتله معاها. عزت أنت جميل، أنا جاي معاك. استنى يا عزت. أنا سميحة بنت عم هدى. أهلا وسهلا، تفضلي. هدى جرى لها حاجة؟ لا أبدا. هدى بخير. تفضلي. أنا آسفة إني جيت في وقت غير مناسب. بالعكس يا فندم، أنا ليه عظيم الشرف. الموضوع اللي أنا جاية فيه موضوع يخص هدى وأبوها والعيلة كلها. أظن حضرتك ما تعرفش إن هدى وعزت أخويا في حكم مخطوبين، هم كانوا بيحبوا بعض واخويا بيعبدها عباده. والنهارده عارف انها اتعرفت عليك وانها عزمتك على حفله عيد ميلادها، فاتجنن وصار وصمم انه يرتكب جريمه. فانا جايه وطمعانه في مرؤتك. ايه يا فندم، في حاجه؟ لا 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 لا, لا ابدا ابدا. بس انا جايه اترجاك انك ما تروحش الحفله لمصلحه هدى، وعلشان تمنع مصيبه كبيره هتقع علينا كلنا. أخويا مجنون وأعصابه تعبانة تعبانة تعبانة. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. أنا هحاجب شوية مية. تعالي يا هدى، تعالي تعالي تعالي. اسمع يا بنت، انا المره دي هسيبك، انما المره الجايه هقتلك. لازم تعرف ان الاوضه دي خطيبتي وهتبقى مراتي. سامع؟ شفت المصيبه اللي وقعت فيها اختك يا هدى؟ انا عارفه كان ايه اللي جرالي. خشني بمظهره، ضحك عليا بكلامه المعسول، ياما ركع تحت رجليا، ياما قعد يكلمني كلام لغايه ما اعتقدت انه انسان نبيل ومن اصل كويس. ولما اتعرف بواحدة غنية سابني وراح يمثل عليها نفس الدور. أنا خلاص خلاص انتهيت يا هدى. مش شايف اي مناسبة تضايق نفسك بالشكل ده. كلمها بالتليفون واعرف منها كل حاجة.
عندك حق. الو، الانسه هدى موجوده؟ مين كان بيكلمك يا هدى؟ هو يا بابا. ما تفكريش في الموضوع ده ابدا يا حبيبتي، ده حقير ما يستاهلش. انا هعرف ازاي اربيه واوقفه عند حده. انا بقول احنا نقدر نرش الشجر بكره او بعد بكره على الاكتر، ايه رايك؟ استاذ احمد. ها بتقول ايه؟ لا ده انت مش معايا ابدا. ارجوك تتصرف في اي حاجه من عندك من غير ما ترجع لي. حاضر. شوف يا أستاذ أحمد، أنا جاي أقولك إن أي إنسان ينتهز فرصة تعارف عادي بسيط ويحاول إنه يلعب بعواطف بنت صغيرة يبقى بيرتكب عمل في منتهى الدناءة. أرجوك مفيش أي لزوم للكلام الجارح ده. على كل حال بنتي والحمد لله عرفت غلطتها خلاص، فما تحاولش إنك تتصل بيها تاني. تسمح لي أشرح موقفي؟ أنا أصلي من الأول. من الأول كان لازم تفهم ان في فرق كبير بين واحد في مركزك وواحدة ابوها عبد المجيد باشا رشدي. السيد ابراهيم رشدي عن حضور الجلسه. ليه يا اخي؟ صله القرابه اللي بينك وبين السيد عبد المجيد جايز جدا تكون سبب في ان اعضاء المجلس ما يبدوش رايهم بصراحه. وهي دي حاجه مستخبيه يا استاذ؟ هو في حد خرب بيوتنا وودانا في داهيه الا تصرفاته اللي زي الزفت دي؟ يعني انت معانا؟ معاكم؟ الا معاكم، ده انا معاكم بقلبي. يا ما قلت له، يا ما نصحته، كان حاطط مناخيره في السماء. فاكر انه هو بس صاحب العقلية الجبارة. انا اعتقد ان السيد عبد المجيد رشدي غير جدير بمركز الرئاسة واطلب اقالته. الموافق على اقتراح السيد صبري يرفع صباعه. اهو thank you.
بابا. ليه كده يا بابا؟ ليه كده؟ ليه تعمل كده؟ قوم معايا، قوم يا بابا، قوم قوم. خليك تعمل كده يا بابا، حصل ايه؟ انا انتهيت يا هدى، انتهيت. احنا دلوقتي ما بقيناش نملك غير الهدوم اللي علينا. مركزي ضاع وثروتي كلها، حتى البيت اللي احنا فيه. معلش يا بابا معلش، كله يتعوض، انسى اللي فات. اللي جاي امر. أنا كتبت شيكات من غير رصيد، ما كنتش عارف إني أحقق بالسرعة دي. أبوك دلوقتي في نظر الناس نصب، عرضة يروح السجن. ما تفكرش يا بابا، ما تفكرش، كله يتحل، كل شيء يتحل. يا بابا المهم ايه؟ قولي لي قبله. اتصرفت في حاجات كانت عندي. انت بعتي سيرتك يا هدى؟ عملتي كده ليه؟ ليه؟ عشان محدش يقول عليك نصاب. بكره تجيب لي زيها واحسن منها. انت بعتي سيرتك؟ بعتي سيرتك؟ بعتي سيرتك؟ مالك يا بابا؟ نفسي تعالي استريح. مش هاخد نفسي. عديدة عديدة الحقيني الدكتور. شوف إذا كنت محتاجة لأي شيء. متشكرة أوي، مفيش لزوم للتعب. مفيش تعب ولا حاجة، إحنا نعرف بعض وده واجب عليا. نعرف بعض؟ أنت فاهم اللي كان بينا كان جد؟ أنا كنت بتسلى، وكان لازم تفهم إن في فارق كبير أوي بينا، وإننا ما نصلحش لبعض. أنا متأسف، الظاهر كنت فاهم غلط. مفيش داعي للأسف. مع السلامة. تشكر. ايه ده يا استاذ؟ ازاي بتكلمي بالشكل ده؟ مش كتر خير اللي جاي يسأل عنك. مش عايزة حد يسأل عليا. طبعا
عشان صدقت عنه شويه كلام فارغ، انما انا ما صدقش فيه حاجه ابدا. قلت لك 100 مره مش عايزه الحكايه دي تاني. متاسفه. تسمحي؟ فوتري المستشفى وصلت النهارده. منين؟ انا ما بقاش عندي حاجة ابدا. اطلبهم من عمك، المفروض يساعدك في وقت زي ده. هشوف. وبعدين في جرس المنبه ده. منبه ايه يا بابا؟ ده جرس الباب. شوف الباب يا بنت. دقيقة واحدة. الست هدى. هدى ودي جاية ليه دلوقتي؟ لازم عايزة فلوس. فلوس منين يا اختي؟ طرقها يا شيخ بلا وجع دماغ. هو احنا ناقصين بلاويهم؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بهدى بنتي. اهلا. اتفضلي. أهلاً. اتفضلي. تيتا هدى هنا. اهلا 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 وسهلا يا حبيبتي. اهلا 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 بيك يا طنط. لا مؤاخذه يا هدى، انا كان نفسي اقعد معاك شويه لكن ورايا شغلانه مهمه قوي قوي. على كل حال البيت بيتك، اقعدوا بالعافيه. مع السلامه يا سميحه. ايوه يا فندم يا ماما. عايزه ايه؟ هدى اهلا 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 وسهلا. ما تنسيش ميعاد الكوافير. ياي 2:15 وانا معادي الساعه 2 مع الكوافير. انا اسفه قوي يا هدى، انت عارفه مواعيد الكوافير فين وفين عبال ما اقدر اخد رانديفو تاني. عن اذنك يا حبيبتي. ارفر يا هدى. ارفر مامي. خديني معاك يا سميح. الله هدى ازيك يا هدى. الله انت مش قلت هتقعد معانا؟ انا قايل لكم ايه من الاسبوع اللي فات؟ ولا مؤاخذه يا هدى انا عندي ماتش كوره مهم قوي. سوري اوعي تنسي تطلعي لي هدوم السهره يا مامي. حاضر. ما وراكيش ميعاد انت كمان يا طنط؟ والله يا بنتي كنت ناوي اخرج بعد الغدا على طول. طيب استاذن انا. يا دي الكسوف، مش كنت تدينا خبر قبل ما تيجي عشان نعمل حسابنا؟ وانتوا كنتوا هتعملوا ايه اكتر من اللي عملته؟ ده مفيش الطف من كده. ايه يا عم مستخبي ليه؟ انا مش جاي اشحت منك. انا برضو هدى اللي كنت بتقول لها يا ستي ويا بنت سيدي، وبرضو هفضل هدى ستك وبنت سيدك. دي الحاجة الوحيدة اللي ما تحجزش عليها أبدا، لأنها ملكك أنت. إزاي؟ والدك لما اشتراها كتبها باسمك. دي أول مرة بسمع الحكاية دي. كنت صغيرة ويمكن ما جاتش مناسبة عشان يقولك. العزبة دي كام فدان؟ 100 فدان. صحيح هي أهملت من مدة طويلة، لكن لما تروحوا هناك وتعتنوا بيها هتطلع خير كتير. طيب ما أقدرش أبيعها؟ تبيعيها ليه؟ الفلوس بتيجي وتروح والارض باقيه. انا عايز اعيش النهارده، ايه اللي يهمني من العزبه؟ عيشي فيها، هناك بيت وهناك ارض وتقدري تطلعي منها خير كتير، وكل ما تهتمي بيها كل ما طلعت اكتر. سافري يا هدى، سافري يا بنتي وربنا وياكي.
حاضر يا شبابيك. الحمد لله. ايه ده يا عم مرسي؟ ايه الاستقبال الحافل ده يا سي مرسي؟ بقى من زمان ما عملوهاش. هما مين؟ دول ال الغفر. الغفر دايما يضربوا رصاص كده وهم ماشيين. والغفر يضربوه على الازاز ليه؟ ازاز مين؟ ده مكسر كده بقى له 10 سنين يا ست هان. يلا يا حبيبتي روحي اقلعي هدومك علشان تستريحي. يو قطيعة. الواحد اتخض. صباح الخير يا عم مرسي. صباح الخير والسعد يا ست هاني. عايزة اتفرج على الارض. مش بس لما تستريحي من السفر وتاخدي نفسك. انا مستريحة مفيش حاجة. يلا بينا. ملحوق بكرة بعده. وليه مش دلوقتي؟ وهي العزبة هتروح فين؟ بس انا يعني كنت بقول. يلا يا عم مرسي يلا عايزة اشوف الارض. امرك يا ست Thank you.
فين الزرع وفين الفلاحين؟ اتكلم. ده اللي ما اقول ايه بس يا ست هانم وعيني. هو بابا اشتراها كده؟ لا والله اشتراها خبر. طب جرالها ايه؟ الفلاحين اجروها. ليه؟ اسباب كتير وده تاريخ قديم. عايز اعرف كل حاجة. امرك يا ست هانم. بقى الارض دي كانت بتاع واحد مسموع من ولاد ابو طاقيه اللي عزبتهم قبالنا هناك دي. الراجل اتدين وما قدرش يسدد نزلت العزبه في المزاد. يوم البيع اتجمعوا ولاد ابو طاقيه عشان يستردوا ارض قريبه. الباشا كان موجود. هم يزودوا بالعشره وهو يزود بالميات لحد ما رست عليه. عز على ولاد ابو طاقيه ان ارضهم ياخدها واحد غريب. اترجوا سعاده الباشا يردها لهم ما رضيش. هددوه عاند وياهم. كبيرهم يا ولداه ما استحملش. طب مات لساعتها. هاجت ولاد ابو طاقيه واعتقدوا ان السبب في موته هو سعاده الباشا. حلفوا على جثه الميت بتاعهم. يا الارض ترجع لهم تاني ويستريح الميت في تربته يا اما هيحاربوه فيه. ومن يومها بقوا حرق وتقليع زرع وسمي بهايم. امال كانوا فين المزارعين بتوعنا؟ ما دفعوش عن ارضهم ليه؟ الباشا بعيد عنك كان بيعاملهم زي البهايم. نازل فيهم سلخ بالقربان. اللي ما يدفعش يخرب بيته واللي يفتح بقه يبيته في المركز. بقى هو من ناحيه وولاد ابو طاقيه من ناحيه. هاجوا الفلاحين وبرت الارض زي ما انت شايف. كنت فين يا بنتي؟ كنت بسمع حكاية الغفر اللي ضربوا النار امبارح. بابا انا عرفت كل حاجة. ليه ما نصطلحش مع ولاد ابو طاقية؟ انا اصطلح مع الناس دول بعد كل اللي عملوه فينا؟ امال هنفضل مختلفين معاهم على طول؟ هنعيش هنا ازاي وهنزرع ارضنا ازاي ولنا جيران بيحاربونا؟ لازم نروح لهم ونتفاهم معاهم. وكرامتي يا هدى؟ كرامتك محفوظة يا بابا. انا متاكده لما هتروح لهم هتحل كل المشاكل. وما تنساش برضو ان انت اللي ابتديت. انت اللي خدت ارضهم يا بابا عشان خاطري تقبل. امرك يا بنتي. عم مرسي يا فندم. يا ستيفان عايزك تبلغ ولاد ابو طاقيه ان احنا هنروح نزورهم بكره. ايه؟ تروحوا لهم لحد دارهم؟ ساعه باشا انت مش عارفهم؟ هنروح نزورهم يا عم مرسي. اعملي معروف يا ست هانم بلاش الزياره دي. الناس مالهمش امان. انت خايف؟ لو كان عليا انا يا ست هانم مش مهم. انا خايف عليكم انتوا. احنا مش خايفين وهنروح. اعمل معروف خلينا بعيد عن الشر دي. نفذ اللي بتقول لك عليه الهدى يا مرسي. عمرك يا سعاده الباشا. ست عزيزه. نعم. اعملي معروف. قولي لها ولاد ابو طاقيه قتلن قتله وفيه بينا وبينهم طرق قديم. انت عارفه الرصاص بتاع بنت امبارح؟ ايوه. ما كانش غفر ولا حاجه. ايه؟ كانوا هم بيستقبلوا سعاده الباشا. انا خايفه يروحوا ما يرجعوش. وبعدين يا عم مرسي في المصايب دي كلها انت عارف ان مخها ناشف ما بتسمعش كلام حد ابدا. لو كان معانا راجل بعفيته اللي على راي المثل يا جوحه عد غنمك. الامر لله. عم مرسي مفيش تليفون قريب من هنا؟ تليفون؟ اه التليفون في المحلك بتاع ابو يوسف لكن ده بعيد. بعيد بعيد. المهم اكلم مصر الليله. اعمل معروف. تعالى معايا اعمل معروف والنبي يا عم مرسي. اتفضل. يلا بينا. ايوه فندم. مصر اتفضل يا ست. كلمي مصر اتفضل. مرسي. انا ايوه يا مدمازيل انا معاكي. الو الو المزرعه. الاستاذ احمد مصطفى وحياتك. مين حضرتك؟ مين؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والله يا احمد خرج ما نعرفش راح فين. ايه مش موجود؟ يلزم حاجه اقولها له؟ ايوه وحياتك انا كنت عايزاها ضروري. اعمل معروف تدور لي عليه باي طريقه. قول له ان احنا عايزينه في العزبه حالا. ايوه مش سامع حاجه. الو ايوه يا مدمازيل دي واحده وحياتك. ايوه ايوه قولي للست هدى في خطر. يمكن يخطفوها ولا يقتلوها. ايوه لازقه
خارج لنا هنا اعمل معروف بخيار افندم بالعنوان عايز بتعدي المجيد باشا رشدي مركز الدلنجات بحيره متشكره اوي الله يخليك ميرسي يا مدمزيل ميرسي ما جاش سي احمد ما جاش يا عم مرسي والعامل الباشا بيستعجلني لازم صاحبه ما قالوش ان انا كلمت في التليفون انا خايفه عليهم قوي يا عم مرسي دول قتلين قتله مش عاوزين يسمعوا الكلام الباشا دماغه ناشفه زي الحجر وست هدى دماغها انشف من دماغه يلا يا ست أسماء مين؟ سعادة الباشا؟ أهلا وسهلا سعادة الباشا أهلا وسهلا خطوة عزيزة يا سعادة الباشا الدار نورت اسم النبي حرصك أنا ما شفتش المحروسة من أيام ما كانت صغيرة لو كان المرحوم عاش كان خلف زيها يا عيب الشوم حضرتك لسه واقف يا باشا اما انتم رجاله ما عندكوش دم صحيح استريح استريح يا باشا انت في دارك اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا ست اسماء احنا مش عايزين نقلب اللي فات عايزين ننسى الماضي ونبتدي من جديد انا جاي اتكلم معاكي بخصوص الارض ارض انهي ارض الارض اللي كانت سبب في المشاكل اللي حصلت بينا هو حصل بينا حاجه لا سمح الله طول عمرنا حبايب طلباتك
طلباتك يا باشا. قصدي ان رجالتك هما اللي يجوا يزرعوا الارض ويحصدوا خيرها ويدونا نصيبنا. اهم قدامك اهم، اسألهم ترضوا يا اولاد تزرعوا ارض الباشا؟ لا ازرعها ابدا. يعني الارض تموت؟ ما تموت، هي حتيجي عزم اللي مات. بابا ما موتوش يا ست اسمى، ابوكي هو اللي جزره. ده بحبني بفلوسه وداس على رقابينا وخلى الناس تقول علينا اولاد ابو طاقيه ما عرفوش يحموا ارضهم. احميها انت يا باشا. انا مستعد اديها لكم بالثمن اللي دفعته. وانا قبلت بس بشرط. ايه هو؟ ترجع لابني تاني. يا باشا حد يرمي فلوسه في ارض بور زي دي؟ يعني لا تشتريها ولا تخلي حد يزرعها، ده ظلم. واللي ابوكي عمله فيني ما كانش ظلم؟ العمده والمركز والهجاني ما كانش ظلم؟ والكرابيج اللي مزعت جدتني ما كانتش ظلم؟ ايه رايك يا ست اسمى؟ يفتح الله يا باشا. يلا بينا يا بابا. ما بدري يا باشا، ما تقطعش الزيارة يا باشا. مش بنتك يا ابو عوف، ما يصحش. الاكابر اكابر برضو. اضربوا يا بنت ولا يهمك. يا البدلة عرضه يا ولد على طوله عرضه. انا عارفه اتاخر ليه. لازم هو استاذ احمد. الحمد لله اللي وصلت في وقتك. حصل ايه؟ اولا عملت حسابك على ايه؟ على انك تقعد هنا على طول للدرجه دي؟ اسمع، اركن العربيه بعيد وتفضل جوه وانت تعرف كل حاجه. قوام اعمل معروف يا رب. استر يا رب. قوام قبل ست هدى ما تيجي. ارض بور ما تنفعش ابدا، قتل ورصاص وكره وموت. وهي دلوقتي راحت هي وابوها عند ناس ما يرحموش ابدا. وبعدين يا سي احمد ايه العمل؟ طيب حد يجي معايا واروح له. هعمل معروف. انا قلبي بيت. رجعوا 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 رجعوا. طب اطلع انت فوق، اطلع فوق. وانت يا احمد تعالى معايا. انا شايف علشان اقدر اساعد هدى لازم اوضب طريقه مخصوص تخليها تقبل. ابعديها انت ومهدي لي مقابله مع الباشا، قولي له اني عايزه عشان شغل. اتفضل انت استني. احنا مش لازم نبات الليله دي هنا، لازم نرجع مصر. هنروح هناك فين بس يا حبيبتي؟ على الاقل هنا لنا بيت نعيش فيه. وازاي نقعد في وسط الناس دول؟ انا اشتغل اي شغلانه في مصر ولا اقعدش دقيقه واحده هنا. انا هحضر هدوم. امرك يا حبيبتي امرك. Thank you.
الأستاذ أحمد مصطفى عايز حضرتك عاوز حضرتك. أحمد مصطفى؟ إيه اللي جابه هنا؟ وعاوزني في إيه؟ والله يا فندم أنا معرفش، هو قال إنه عايز حضرتك في شغل، منتظر حضرتك جوه. نهارك سعيد. أفندم أرجوك من غير غضب، أنا جاي أعرض على حضرتك مشروع تجاري، إذا عجبك أنا بيها، إذا ما عجبكش أنا مستعد أرجع. مشروع إيه؟ حضرتك عارف إني مهندس زراعي، ومن اختصاصي إصلاح الأراضي البور. أنا عرفت إن عندك أرض محتاجة لإصلاح، فجيت أعرض عليك خدماتي. ومصلحتك إيه في كده؟ هكون شريكك، هاخد نسبة مئوية في الأرباح بعد المصاريف 70%. يعني حصتنا إحنا تبقى 30%؟ أيوة. دي سرقة يا أستاذ. أنا متأسف، دي شروطي. بما إنك مش موافق أنا هنسحب. استنى، أنا عرفت عنك حاجات كتير، لكن ما كنتش أعرف أبداً إنك تنتهز الفرص للدرجة دي. الدنيا فرص. بكل أسف أنا ظروفي تضطرني إني أقبل شروطك. يعني اتفقنا؟ أيوة، بس اديني فرصة أكلم بنتي وأقنعها، لأن العزبة عزبتها. تفضل. أنا عايز أفهم إيه اللي جاب ده هنا النهار. ما تزحقيش كده حسن يسمع. ما يهمنيش، انزلي ترديه. ما يصحش، ده بيتك برضه. ما يشرفنيش وجوده في بيتي، أنا هنزل أترد. مش كده يا هدى، ما يصحش يا حبيبتي، ده جاي يساعدنا. أنا مش عايزة مساعدة حد، ده راجل. أنا عارف إنه سافر، لكن هنعمل إيه؟ إحنا مضطرين نحط إيدنا في إيده. مش ممكن يا بابا، مش ممكن أبدا. انت نسيت اللي قلتهولي امبارح؟ مديت ايدي لقعدة اعدائي عشان خاطرك، فعشان خاطر اقبلي. اهو تحت تقدري تتفاهمي معاه. يلا يا حبيبتي. أنا قبلت الشروط اللي عرضتها على بابا. الطريقة اللي بتكلميني بيها أنا ما تعجبنيش. أنا شريكك، مفيش داعي إنك تكلميني مناخيرك لفوق. ليك شروط تانية؟ أيوه، شرطين. إيه هم؟ الأول مش عايز حد يملي عليا أراضي هنا، أنا صاحب الكلمة المسموعة. الثانية؟ هنتعاون كلنا سوا، هنشتغل بإيدينا، وإنتي أولنا. وانا ايه اللي اقدر اعمله؟ هتمسكي الفاس. انا امسك الفاس؟ وتنزلي في الطين. الشرطين دول اساس اتفاقنا. ابن thank you.
انا اسمع. يا رايح يا ولد. جماعة يعني ماسكين فوس ونازلين عازك. جماعة مين؟ جماعة الباشا. الباشا؟ ايه؟ هما فين يا ولد؟ هم يا خال. اللي هناك دود؟ ايوه. ده دود يا ولد. دود باللي بيطلع شيطاني يا أهبل. خليهم يتسلوا. ايوه. على رأيك. كده يا جماعه النهارده. جيت يا حبيبتي، باين عليكي التعب قوي يا هدى. ابدا مفيش حاجه يا بابا. حرام عليكي يا بنتي تقتلي نفسك بالشكل ده، انت ما تعودتيش ابدا على البهدله دي. بابا انا مضيت عقد ولازم انفذه. لكن ده ولد بطال اللي اشترط عليك الشروط القاسيه دي. انا وافقت ومش ممكن حاسب له الفرصه يقول ان انا رجعت بكلامي، وهشتغل واللي يحصل يحصل. اهلا وسهلا سي احمد، احنا زرنا النبي. اتفضل. اهلا وسهلا. شكرا يا عم مرسي، اظن تعبتوا قوي معانا النهارده. يا اخي احنا دحنا واخدين على الشائب، المهم في حضرتك وفي الست هانم الصغيره الله يكون في عونها. معلش اسمع يا عم مرسي، عايز تشوف اي طريقه ندور على رجال عشان يشتغلوا معانا. يا ريت. هو في حد يستجري يهوب ناحيتنا؟ ده مفيش حد في المديرية كلها الا لما بيرجف من ولاد ابو طقي. بس انت قابلني باي فلاح وانا احاول اني اقنعه. ايه امرك يا سي احمد؟ رجلي على رجلك من الصبح بدري نروح نتشهاب نقابل الحاج سلطان. اهو راجل له عزوه كبيره وكلمته مسموعه في وسط اهله. اتفقنا. اتفضل القهوه. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه. حرماً حرماً. طبعاً يا سيدنا الشيخ. ازيك يا سيدنا الافندي؟ سلامات يا شيخ مرسي. الله يسلمك يا حاج سلطان. ها قلت ايه باقي؟ هقول ايه يا شيخ مرسي؟ ما انت عاد حد يحط رجله في النار بخطره؟ دول ولاد ابو طقيه متفرعانين قتالين قتله. اصل اللي خلاهم كده ان كل واحد بعيد عن التاني. لو الكل يساعد بعضه ما كانش حد يقدر يحكم ناحيته. عندك حق يا ابني، إن كان عليا أنا أجي وياك من دلوقتي، لكن الأولاد والرجالة ما يرضوش بكده أبدا، وعلى كل نحاول. يلا بينا.
امال فين الرجاله يا عم مرسي؟ يا ست هودة، هو ده معقول؟ معقول ان حد يهوب عندنا هنا؟ اظن لو رحنا لعم رسلان اللي قلت لي عليه هنقدر نقنعه. يجوز. المره دي انا جايه معاكوا يا عم مرسي. اتفضلي. انت مش قلت لي السكه طويله وكلها مطبطه؟ هي طويله خالص. اللي عايز يوصل لازم يستحمل يا عم مرسي. معاكي حق. افتكر انهم هيتعبوني قوي. هم فعلا هيتعبون. انا متاكده لما اروح المره دي هقدر اقنعه. يا ريت يا ست هاد. اما نشوف يا عم مرسي. السكه كلها مطبطه يا عم مرسي. هيتعبونا يا عم مرسي. لازم الواحد يستحمل يا عم مرسي. اما نشوف يا عم مرسي. والله ما انت فاهم حاجه يا عم مرسي. شوفوا يا رجاله، اذا تعاوننا كلنا وحطينا ايدينا في ايدين بعض محدش هيقدر يقف قصادنا ابدا، وهنقدر نوقف رجاله ابو طايه عند حدهم، وهنقدر نزرع الارض ونجني ثمارها ونعيش كلنا في امان. ايوه انما ما تاخذنيش، العمر غالي. احنا خايفين على عيالنا، واحنا نحط راسنا في حالك السابع ليه؟ هي ارضنا. وانتوا برضو تقدروا تكلموا رجالتكم وتقنعوهم يجوا يشتغلوا ونعيش كلنا مع بعض. والله يا ست هانم لاجل وشك السمح نخدمك بعنينا، مش كده ولا ايه ياما؟ يا ريت يا بنت ابوك يطوعنا. انا اروح اكلمه. لا يا ست هانم. يلا يا بنتي يلا. عليك النبي ياما، تقبل تروح مع الناس الامراء دول؟ ما هو بس يا بنتي انت طول عمرك فاهمه يا رسلان وما بتخيبش امل اللي يقصدك، ودي حرمه وجسادتك. يعني فكرك كده؟ ايوه. روح على بركه الله. نروح من بكره الصبح على بركه الله. انت اتجننت يا رسلان. يا راجل اعجل، دول ولاد ابو طاقيه حالفين لا يجيبوا خبر اللي يعتبه. طب قسما بالله العلي العظيم لا نجيب خبر اللي اتعرض لنا منهم. هو احنا هنفضل لابسين الطرح لامتى؟ احنا رجاله بشنبات، وده محمد. ايوه يا وده اخوه، وانت يا عبد الله. من بكره الصبح جهزوا نفسكم عشان نروح على بركه الله. انا متشكره قوي يا عم رسلان، انتوا ناس طيبين. ده احنا نخدمك بعينينا يا ست هانم. كتر خيركم. متشكره. سلام عليكم. رايح مطرح ماني رايح. طب ارجع احسن. واللي في وشي ده ايه؟ مش انا ما رجعتش يا رسلان. مش راجع يا ابو عوف. محمد يا رسلان. محمود يا ابو عوف. ارجع يا رسلان. اوعى لما عدي يا ابو عوف. يمين بالله ما انت معدي يا رسلان. يمين على يمينك لازم عدي يا ابو عوف. ما انتش معدي يا رسلان. عدي يا ابو المية السخنة ايه؟ انت شكرا يا بابا. وبينظف له وشه ويشفى عليه. عشت يا ست الكل. احنا ارواحنا كلها فداك. عشت يا عم رسلان، ما تخافش، دي حاجة بسيطة قوي. ست هدى، الأستاذ أحمد يظهر متعور. روحي شوفي. أروح ازاي؟ المفروض أنت اللي تروحي. روحي. لا حاجة بسيطة. ايه ده؟ ازاي ساكت؟ ما خدتش بالي. احنا كل ما حد هيشتغل معانا هيجرى له كده. ما تفتكريش الحكاية سهل. احنا لسه قدامنا تعب كتير. ده حرام. احنا دلوقتي نعتبر في حالة حرب مع الناس دول. والانتصار ثمنه غالي، ما هوش سهل. هنقدر نقف قدامهم؟ أنا هعرف أربيهم ازاي. هاتي ورقة وقلم وكتبة الإغراض هبعته مصر. حالا هاتي ورقة وقلم. على السلامة. الله يسلمك. برافو عليكم اللي عرفت السكة. اللي بيسأل ما ينتقش. اسمعوا يا رجالة. نعم. العمل اللي قدامنا
مش زي الاعمال اللي مرت بينا. مجهودنا هيكون مضاعف، هنتعب هنتضايق، انما لازم نتغلب على كل الصعاب اللي قدامنا بايماننا وكفاحنا. ان شاء الله. ودلوقتي اتفضلوا استريحوا وان شاء الله هنبتدي العمل بكره. ان شاء الله. مع السلامه. دود كتر في الارض يا خال اسمه وبقاله. هنستنى عليه لحد امتى؟ لما يبقى تعابين. ومستعجل على ايه يا ابو عوف؟ مش مستعجل ولا حاجه، انا بس بنبهك. مالك يا خال اسمي؟ لو قمنا كلنا الليلة ودخيناهم على سخنة الصبح ما تلاقيش ولا نفر في الارض. الانفر ما تهمنيش يا عبد الرسول، التعبان ما يموتش الا اذا انضرب على دماغه. عارفين من دماغ التعبان يا اولاد؟ الباشا خال اسمي. باشا مين يا ولي؟ ده رمه. مال يعني تكونيش قصدك الجدع دي اللي اسمه احمد؟ اهو ده دماغ التعبان اللي يجيب لي خبره له ورقه بمدني. مين يا ولاد ابو طاقيه؟ انا يا خال اسمي. يومين اتنين واجيب لك خبره. والباقي؟ باقي ايه يا خال اسمي؟ الباقي عليا انا. خليهم يزرعوا ويتعبوا ويحصدوا وبعدين احرق لهم المحصول. يا سلام على ده رسمي يا اولاد. والحريقة غلياني. عشت يا ابو عوف، عشت يا سبع. النهارده بس انا حارب الست الاميره دي ليه وعشان ايه؟ دي ملاك نزل من السما، دي نجي الضناي الهي يحرسها لشبابها يا رب. يا مين بالله يا رجاله؟ من الليله لازم اخدمها بعناية. وخالتك اسمى يا ابو عوف تخبط راسها في الحيط بقى. بتقول ايه يا ولي؟ بقول اني ما عنتش امد ايدي للحرام تاني. يعني ايه غرضك؟ غرض انك تروحي لحالك وتسيبينا في حالنا وكل منا يخشى ربنا. كده؟ ايوه كده. اسمي والله الكلام ده هيكلفك غالي قوي.
عندوك يا اخواني، احنا مش جايين نتقاتل يا سي احمد، احنا جايين من طعيم، اللي يقرب ذنبه ويرجع ربنا يسامحه. انا كنت مكر عليك عشان اقتلك، لكن الست دي الله يخليه ربطت ايدي وطوقتني بمعروفه، خلتني ما اسويش التراب اللي تدوس عليه. يا ست هدي، الخير ما يعيش في الواضي، ابو عوف اللي ساب ارضكم كاره حيرجع لها طايع. اشهد علي يا عم مرزة، اشهدوا علي كلكم، انا ورجالتي من السعاده رجالتكم، والارض اللي خليناها طبور حنرجع لها الخير تاني. يلا يا رجال قدام عالغال. استاهل، بشتغل من فجر للمساء. خلاص هدي لك علاوة. الحقني بيها يا حضرة المدير، ده انا شرقان قوي. يا سلام يا حضرة المدير، كمان علاوة. لا انت زودتها قوي، خلصت كل علاواتك السنة الجاية بقى. يا ست خير ربنا كبير، التاجر اللي اشترى القطن النهاردة دفع العربون، وبكرة الصبح هيحمل ويدفع الباقي. غمضي عينيك. جلا 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 جلا، فتحي عينيك. بس يا بابا عندك حق يا حبيبتي، خديهم اديهم لاحمد، وبكره الصبح ندفع له بقيه نصيبه. كام دول؟ 2000 جنيه. طيب يا بابا. ايه المزيكا دي يا عم مرسي؟
دول المزيكاتية اللي جابوهم أهل العزبة ناويين يرقصوا ويغنوا للصبح على الخير اللي جانا على وشك يا ست الهان. الله يخليك. إيه والله. سلام عليكم. سلام. السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. ادخل. مين اللي جابك؟ دي الست غدا. اهلا وسهلا. ده شرف عظيم اللي اتنزلتي وزرتيني في اوضتي المتواضعه دي. انا مش جايه للزياره، انا جايه لشغل. شغل شغل شغل؟ ده ايه ده؟ اتفضل. ايه دول؟ 2000 جنيه جزء من حساب. انا حسابي 3500. انا عارفه، ده اللي دفعه التاجر النهارده، بكره هيدفع الباقي وهتاخد فلوسك على داير مليم. والمصاريف اللي صرفتها؟ والمصاريف اللي صرفتها. في حاجه تانية؟ الله، وانت ايه اللي مضايقك؟ مش متضايقة ولا حاجة. يعني مبسوطة؟ مبسوطة قوي. الحمد لله. ادي 100، 200، 300، 400. الليله ليلتكم يا اولاد ابو طاقيه. استنينا عليهم لما زرعوا وجنوا وجه الوقت اللي نحرق فيه قلبهم. عايز التاجر اللي اشترى قطنهم يجي الصبح يشيلكم تراب. ابو عوف مش معاكم الليله وحيقف في سكتكم. ابو عوف ده مين يا خالي؟ ده ناموسي. انا حجيب لك خبره الليله. ان عملتم كده تبقوا رويتم غليلي وريحتوا المرحوم في تربته. يا ليالي غدي من بعد زمن خليت وضعين خلاني عايش تمدين كل ما انتهدين الدنيا بديا انت يا عالي. يا ليالي يا ليالي يا ليالي غدي جاسم يا الزحمة على الأرجون
ما تقفش في سكتي يا ولد. ولد الكلام ده كان زمان لما كنت تشخطي وتنطري وكان ابو عوف يقف مدد الودان، لكن دلوقتي خلاص ابو عوف يضف وانت ربنا مش هيبارك لك ابدا. بقول لك ابعد عني يا ابو عوف. وانا ماسكك يا ولي، انا بس جيت احرسك لحد ما تجيلك الحكومه. الحكومه؟ ايوه ابو عوف. خرجني يا ابو عوف واديك ورقه بمدني يا ابو عوف. وكمان بترشيني يا ولي يا شيخ روح، ده انت تستاهلي اكتر من اللي معاك. ويخلصك بذلني يا ابو عوف. وانت يخلصك النار تاكل محصول سلب حالك. مش حرام عليكي مجهود الفلاحين وعرجهم تاكلوا النار في لمح البصر؟ جات لك الحكومه يا خربت البيوت العمري. عيب يا ابو عوف، ده انت كنت من رجالتي يا ابو عوف. يلعنها بايام، ايام ما طوعتك كنت بتوزينا عشان نحارب بعض ولبت البعض وانت توقفي تتفرجي حالين. جه يومك دلوقتي يا اسمي، مش هتتفرج علينا انت، احنا اللي هنتفرج عليكي. مش هتقدري تنفيدي المرة دي ابدا يا اسمي. ابوس ايدك يا ابو عوف. هتقضي بقيت عمرك في السجن، مش هتشوفي النور تاني ابدا يا اسمي. حمد يا ابو عوف، الهي يخلي لك بنتك، الهي ما يحرمك من عافيتك. طب الرحمة من ربنا يا ويلك من عذاب. خير يا ابو عوف، عملوا معاك ايه؟ ده انا كنت جاي لك. خير يا سعاده الباشا، براءه قعدت النيابه تحجج معايا طول الليل، وهات في سيم وهات في جيم لما هلكوا بدني، لكن الحمد لله ربنا اظهر الحج وعرفوا ان المخسوفه اسمي راحت في داهيه وماتت قضاء وقدر وربنا سلم. الحمد لله يا سعاده الباشا ان ربنا جبر بخاطرنا كلنا وشجانا وتعبنا ما راحش بلاش. الحمد لله. والنار اتحصرت والمحصول فضل بخيره، واللي راح راح وخد الشر معاه. ده كله بفضلكم ومهمه اهل العزبه. البركه في سعادتك وفي الست هانم الصغيره، ربنا يخليها لنا ويطول في عمره. والشهاده لله بركة كمان الرجل الأمير الطيب اللي جمعنا وخلنا كلنا يد واحدة، الأستاذ أحمد. ربنا يخليه ويطول عمره يا رب. أنا مش مصدقة يا إخوات إن سي أحمد يعمل كده. ده عمل أكتر من كده، فضل يكلمني بعجرفة ويقول لي فين بقيت فلوسي وفين المصاريف، كأننا هناخدهم عليه. جواب سي أحمد بعته لحضرتك، لازم بعت لي إنذار. اخص عليه. إيه الفلوس دي؟ اقرا اللي في الجواب أنت تعرف الحكاية. عزيزتي هدى، لقد انتهت مهمتي وسأعود إلى مصر فورا وأعيد إليك مبلغ 2000 جنيه. ألم يكن هدفي من المجيء هنا إلا مساعدة إنسان ربطتني به علاقة عزيزة على نفسي؟ أودعك وأدعو لك بالسعادة مع عزة خطيبك أحمد. شفت إنك كنت ظلمان؟ حكاية عزة خطيبك لازم فهم إنك فضلت عزة عليه. وإيه اللي يخليه يفهم كده؟ أنا عمري ما جبت له سيرته. يا حبيبتي يا روح قلبي، ولاد الحرام كتير. انزل الحي قبل ما يمشي، انزل وحياتي. راكب عربيته ماشي دلوقتي يا فندم. على فين يا ست هدى؟
الشغل اللي كان مطلوب مني خلصته، يلزم خدمة ثانية؟ عايز اعرف حكاية عزة. عزة خطيبك؟ عزة عمره ما كان خطيبي، ومفيش داعي تتهمني عشان تداري حكايتك مع سميحة. حكايتي مع سميحة؟ انا اول مرة اشوفها فيها لما جت بيتي تترجعني عشان ما احضرش عيد ميلادك، لانك مخطوبة لعزة وبتحبوا بعض. هي قالت كده؟ دي مؤامرة يا احمد عشان يفرقونا عن بعض. ليه ما قلتش كده من زمان؟